بعد كده نختار قيمتين للايه؟ للكيو 2 والكيو 1. هناخد مثلا كيو عند الاربعه والكيو عند الاثنين، ونشوف الدلتا بي سكوير هيساوي كام. ادي عند الاربعه تبقى عندي بكام؟ هنقول دلوقتي هتبقى عند يعني 1200، هنشيلهم 10 يبقى هتبقى 1190. هنا هتبقى 1190. طب عند الاثنين هتبقى بكام؟ عند الاثنين هتبقى ب 400 وكام؟ هتبقى 420. تمام؟ نعوض بقى بالكلام ده، نعوض بالكلام ده، هتبقى لوج كيو 2 هتبقى بتساوي لوج 4 في 10 أس 6 ناقص لوج 2 في 10 أس 6 على كام؟ قلنا أول حاجة لوج 1190، تمام، ناقص لوج كام هنا؟ 420. نعرف نجيب الكلام ده؟ نجيب الكلام ده ونشوف الـ n عندي هتبقى بكام؟ هتبقى لوج 4 في 10 أس 6 ناقص لوج 2 في 10 أس 6 على لوج 1190 ناقص لوج 420 طلعت بكام؟ طلعت قيمة عندي إن الـ N بتساوي كام؟ 0.665. تمام؟ جبنا الـ N، أعرف أجيب الـ C؟ أجيب الـ C، هتبقى الـ C بتساوي إيه؟ هتبقى بتساوي Q على الدلتا B سكوير الكل أس N. هنختار قيمة مثلا اللي هي عند الأربعة، تبقى 4 في 10 أس 6 على كام؟ الدلتا B سكوير هنا طلعت ب 1190 كل أس 0.66. هتبقى كام؟ هتبقى 4 في 10 أس 6 على 1190 أس 66%، طلعت بتساوي الـ C بتساوي 37342 بويت إيه؟ ستاندر كيوبيك فيت على الـ D في الـ VSI سكوير. تمام؟ نعرف نجيب الـ Back Pressure Equation. نجيب الـ Back Pressure Equation هتبقى إزاي؟ QSC هنعوض بقيمة السي اللي هي 3.7342 في البي ار اي سكوير بتساوي كام؟ 1952. تمام؟ صحصحين معايا ولا رحتوا فين؟ تمام؟ 1952 ناقص ايه؟ البوتوم هول فلوينج بريشر سكوير ال ان هنحطها بكام؟ 66%. دي ايه؟ الباك بريشر ايكويشن اللي اعرف اجيب منها الايه؟ الله ينور عليك الابسوليوت اوبن فلو بيساوي كام بقى؟ هنحط دي بزيرو هتبقى 3.7 لسه الانصر في 1952 سكوير اس كام؟ اس 66%، يبقى طلع عندي بكام؟ ادي 1 2 3 هتبقى 823.4 في 10 اس 6 ستاندر كيوبيك فيت بير دي. تمام؟ تمام. نروح بقى للاختبار اللي بعد كده، نروح لاخر اختبار معانا اللي هو ايه؟ موديفايد ايزوكرونال تيست. شفتوا الاختبار اللي احنا عملناه لسه؟ الايزوكرونال هو بس في فرق بقى. كنا بنقول هناك ايه في الايزوكرونال؟ كنا بنقول ان احنا بننتج عند معدلات انتاج ايه؟ مختلفة بس ايه الفترات الزمنية بتاعتهم ايه متساوية، وزمن الاغلاق كان ايه مش متساوي. هنا بقى بنتج عن معدلات انتاج مختلفة لفترات زمنية متساوية وزمن الاغلاق برضو فترات متساوية. تمام؟ نوضح اكتر بالرسم، نوضح اكتر بالرسم. ادي الكيو وادي الطاير. تمام؟ ادي عندي الفلوريت اللي كان قبل كده. بنعمل اول حاجة ايه؟ نعمل اغلاق للبي عشان البريشر عندي يحصل له ايه؟ ستابلايزيشن. بعد كده هنسمي دي تي. تمام؟ بعد كده بقوم ناتج عن كيو 1 والتايم بتاعها هيبقى تي. بعد كده بنقفل البير لمده زمنيه مقدارها تي.
انتج تاني عن كيو 2 عند فترة زمنية برضو تي. فهمنا الموضوع ايه؟ ان زمن الاغلاق وزمن الانتاج ايه متساوي ايه لكل. وادي كيو 3 وادي كيو 4 تبقى ايه عندي لحد ما يوصل للستابلايزيشن بريشر. طب بالنسبه للضغط نفس الكلام، ادي عندي الضغط زي ما عملنا هناك بنحدد الفترات الزمنيه، ادي الحدود الفترات الزمنيه. عندي اول حاجه ايه هنا الريزرفوار بريشر، تمام. ادي عندي التايم وادي عندي البريشر. اللي بيحصل عندي اول حاجه هنا انا انتجت كان الريزرفوار بريشر وبعد كده ايه بعد كده قل. بعد كده لما بعمل عمليه ايقاف للانتاج ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لي ايه؟ ان البريشر بيبني نفسه تاني، يعني هيرجع تاني للايه؟ للريزرفوار بريشر، تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل انتاج للبير، البريشر هيقل، بقوم قافل البير، هتبقى عندي هيزيد تاني البريشر وانتج، البريشر هيقل وهكذا. عندي الفرق بين دي وبين الرسمه الثانيه ان انا عندي فترات الايه؟ الانتاج ثابته، وادي عندي اخر فتره برضو بقوم عامل بعد كده قافل البير خالص بتوصل للريزرفوار بريشر، دي كيو 4. ده الايه بقى؟ بنسميه الفاينل شوتن، اخر قفل خالص بقى. بقوم قافل البير يوصل لماكسيمم ضغط عنده اللي هو الريزرفوار، بعد كده ايه الاختبار خلص وبعد كده هنتج البير بتاعي. هنا بقى الفرق بين الرسمه دي والرسمه الثانيه ان انا عندي هنا التي سات دي بتساوي دي بتساوي دي بتساوي دي بتساوي دي بتساوي دي بتساوي دي. هناك كان عندي دي فقط ودي ودي هما اللي ايه ثابتين. عرفنا الفرق ايه؟ عرفنا الفرق. ناخد تطبيق بقى، ناخد تطبيق بايه؟ اكزامبل. بيقول ايه بقى الاكزامبل اللي معانا؟ الاكزامبل اللي معانا بيقول امودفايد ايزوكرونال تيست ووز كونتاكتد اون اجازويل، عملناه على جازويل. ذا ريزرفوار هاد ويل هيد اند ريزرفوار بريشر اوف 2388 بي اس اي والريزرفوار بريشر بكام؟ 3700 بي اس اي ريسبكتيفلي، يعني ايه؟ بالترتيب يبقى الريزرفوار بريشر ب 3700. جيفن ذا فولوينج، تمام. مدينا بقى اول حاجه عملنا شاطن زي ما احنا قلنا، بعد كده فلو رقم واحد انتجت البي عندي كان التايم بكام؟ بستة كام اور؟ ست ساعات. بعد كده عملت قفل البي كان برضه بكام؟ بستة. هناك لو فاكرين المساله كان ايه مختلف، يبقى عرفنا الفرق بين الايزوكرونال تيست والمودفايد ايزوكرونال تيست ايه، تمام. هو ايه بقى طالب ايه؟ مديني برضه البريشر كان بكام ومديني الكيو كام بكام. نفس اللي عملناه في المسألة اللي فاتت هنعمله في الكلام ده، وإيه وهنحل المسألة. أول حاجة هعمل إيه؟ هجيب الإيه؟ الدلتا بي سكوير. نعمل